Lokman Suresi 3. sayfa. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem terav ennallâhe sahhara lekum mâ fis semâvâti ve mâ fil ardı. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ نمتعهم قليلا ثم
مَنَّ ضَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير صدق الله العظيم.